السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله بعد أيام قليلة عيد الفطر المبارك، في زكاة فرضت علينا في قبل العيد ده، وهي زكاة الفطر بتخرج من الطعام أو أنواع معينة من الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون، يعني المسلم مسؤول أن يخرج زكاة الفطر عن كل من يعول، صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو عبد أو حر، كما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنه. طب ميعاد إخراج الزكاة دي إمتى؟ أصح وقت هو من بعد صلاة الفجر حتى صلاة العيد، لكن لأن ده موضوع صعب إلى حد ما، فالعلماء أباحوا أن الزكاة تخرج قبل صلاة العيد بيوم أو بيومين، لكن يفضل انه ما يبقاش قبل كده. ما الهدف من هذه الزكاه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للفقير. يعني زكاه الفطر بتطهرك من الرفث واللغو اللي حصل في شهر رمضان، وهي طعمه للفقير لندخل السعاده على قلوب الفقراء. طيب هي بتخرج من ايه؟ بتخرج من الحبوب والبقول والأطعمة التي تخزن، يعني والتمر. كل سنة مقدارها بيتغير، حسب، لأن بتحسب بالصاع مش بالكيلو. الصاع ده عبارة عن إناء بحجم معين، مش كل الحبوب أو البقول لها نفس الوزن. يعني مثلا الرز الصاع بتاعه 2 كيلو و 800 جرام، ومع ذلك حتى في الرز من نوع لآخر بتلاقي الصاع يعني وزنه مختلف. أما عن مقدار الزكاة من البقول والحبوب والتمور فهي بتقاس بالصاع، بتخرج صاع عن كل فرد من أفراد من تعيل، سواء كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى زي ما قلنا، أو عبد. طبعا ما فيش عبيد دلوقتي، لكن لو عندك أجير يعني عندك سواق أو ليس واجبا أن تخرج عنه. وأيضا بعض السلف كانوا يخرجون على الحمل اللي نفخ فيه الروح، يعني لو في الزوجة حامل، يعني لو الزوجة حامل بتخرج زكاة عن الجنين. قيمة الصاع يعني تقريبيا السنة دي، بأسعار السنة دي في مصر، الرز المفروض 2.8 كيلو جرام، ده تقريبا قيمته حوالي 22 جنيه. الفاصوليا 3 كيلو الا ربع، وطبعا الفاصوليا اللي دول غاليه فحوالي 72 جنيه. اللوبيا حوالي 2 كيلو 650 جرام، القيمه حوالي 74 جنيه. الفول 2 كيلو ونص، صاع الفول 2 كيلو ونص، وده قيمته من 20 ل 22 24 حسب نوع الفول. كمان العدس برضو 2 كيلو 650 جرام، وده قيمته تقريبا بمتوسط السعر النهارده حوالي 53 جنيه او 54، من 53 ل 55. اخيرا التمر، صاع التمر وزنه كيلو 700 جرام، وده قيمته بتبدا من 20 جنيه حسب نوع التمر. تقريبا ده الطعام المنتشر في مصر. يفضل اخراج زكاة الفطر بما هو منتشر في البلد، ويفضل انها تخرج في نفس البلد الا لو ما فيش محتاج بقى، يعني ممكن نخرج في بلد اخرى. تقبل الله منكم ومنا صالح الاعمال، وكل عام وانتم بخير، واعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.